بسم الله. اللهم ثبت أقدامنا عند الشهادتين، واجعلنا نفكر ونسلك تبعا لما جاء في الشهادتين، لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسوله وحبيبه الأول عليه الصلاة والسلام. وإن تعفو وتصفح وتغفر إيش مشتلق؟ إذا كان أنت أحسنت هذا الإحسان العالي العالي القدر، إيش يقول لك؟ فإن الله فعلم يقينا فإن سوى سرطان بديو هو لول في الصفح، في الرأفة، في التجاوز، في المغفرة. هذا يقول فإن الله غفور كثير غفران وحكيم رحيم، يعني إني تري ميزة الكردوس. نعاون وإن تعفو وتصفح وتغفر فإن الله غفور رحيم. صدقت يا مولانا، ونحن على هذا الدرب سائرون بفضلك يا من لا فضل مثل فضله، والسلام علينا بالتمام والكمال.